لك لمين هالولاد؟ شو جاب هدول الولاد لهون؟ شو بهن الولاد فيهم شي؟ هدول الولاد إلك؟ إيه إلي إلي. لك خالي ليش حاطتهم هون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصطفى تعا معي. خالي شلون هيك بتعمل؟ شلون بتترك الاولاد بين الخشب؟ ما بتخاف تقرصهم شي حيه شي اعربه لا سمح الله؟ شو بدي ساوي يا معلمي؟ شو بدي ساوي؟ وين بدي اروح فيهم؟ بيت حماي زبطوا لي اياهم بخلقتي وخالتي مرت ابي لاجل امهم ما بتحواهم. وابوك شو رايه؟ ابي؟ الله يعينه لابي. زلمه كبير والحل والربط بايد مرته. خالي هلا بيت اهلك في ارض ديار واسعه؟ ايه مليحه ماشي حالها. طيب حرمتك شو طلباتها؟ يعني شو سبب الخلاف؟ أنا يا معلمي باخذ كراي منك وبناوله كله لأبي، ما بقيم منه ولا برغوت. إيه؟ بتجي مرت أبي بتاخده منه كله، ومرتي بدها ياني أعطيه لأبي شي معلوم ونضب الباقي، وأنا يا معلمي واقع بين نارين، ويلي أبي وغضبه، وويلي مرتي اللي بدها تأمن حالها وتأمن أولادها بشي بيت يسترنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف خالي، صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأهلك وأنه رضا الوالدين واجب، بس طالما أبوك ما بيمون صار في حكي تاني خالي. إيه والله يا معلمي مو ماين على حاله، وخالتي مرت أبي عم تتحكم بمرتي وتشغلها مثل خدامة وبتتنكوت فيها بالليل وبالنهار على طلبات ونق وسق. لا والأنكى من هيك ما بيحلالها تكتر الطلبات غير وقت بيجي من شغلي، ويعني كلك مفهومية معلمي. الواحد بحب يفوت هيك يرتاح هو ومرته على انفراد، يعني بالحلال. يعني حقك لك خالي حقك. هي ما بدها هيك، يعني لو بيطلع بايدها تنيمني انا باوضه وهي باوضه ما بتقصر. طيب خالتك مرت ابوك قد ايه عمرها؟ يعني بدك تقول بحيطان الأربعين. والوالد الله يمد بعمره بزيدها بشي 20 سنة. خالي قوم هلا خذ الاولاد لعند ابو صفوان، انا شايفه مو كثير صاغ، وبطريقك بتمر انت وديبو لعند ابو درويش الحلاب وبجيب له الحليب بتشربه. طيب قوم عم بيقول. أمرك معلمي. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي بيعيش يا ما بيشوف. قمر قمر ومصور. عن جد وفيقة؟ ايه عن جد، لكان عم بمزح معي. غريبة، بعبرك ما سمعتيني هيك كلمة. إيه لأنك حليانة كتير هاليومين. بتعرفي؟ إيه والله والله ما يشوفك صفوان ويشوف هالشعرات الحلوين ليطير عقله. وشلون بده يشوفني صفوان يعني؟ أنت عرفانة حالك شو عم تحكي؟ لك أنا قصدي يعني إنه إذا صار نصيب. نصيب؟ نصيب شو هاد اللي بده يصير؟ لك ما شاء الله بتمسكي الواحد على كلمة أنت التانية، ما حكيت شي أنا. هي لا يا بعدي، هي مو حي الله كلمة. بعدين هذا الحكي لازم أهلي يعرفوا فيه. كرمال الله رويدة، شبكي أنا ما قصدت شي، يعني قصدت إنه بس نفرح فيكي. اسمعي وفيقة، هاد أخوكي لا بقى جبيلي سيرته بنوب. خلاص خلاص ماشي، بس وطي صوتك. بعت لي 60,000 حمى ساعة فتت لعندك وحكيت الكلمة. معقولة بيت عمي أبو صفوان يعملوها ويطلبوني من أبي قبل عمتي أم وضاح؟ تخيلك يا ربي، الله لا يقدر. وشو قالكم ابو صفوان؟ قال معهم حمو جوف، يعني باطنيتهم فيها حمو سخونه. واعطاهم دواء؟ اعطاهم تحويجه، وقال انها بتفيد باذن الله. الله يعافيهم يا رب، جبتوا لهم حليب؟ جبت معي هلا وانا جاي. تعم سيك، بتاخذ هدول مصروف لحرمتك وللاولاد لشهر، واللي بيزيدوا بتخليهم معك. الله يديمك فوق راسنا ويخلينا اياك، والله فضلك مغرقني طول ما انا عايش. شهيرة! بك يا شهيرة! مو عيب عليكي تارك امك تعصر البلد وراكي قاعدة جوا بالأوضة؟ تقبرني يا مو، أنا اللي ما خليتها. يا مو شو هي ما خليتها؟ أنا كم مرة نبهت عليكي قلت لك لا تشتغلي هاي الشغلات؟ هاي الشغلات مو منيحة عشان صحتك يا مو. لك يا مو أنا صحتي. جيرنا ويبعد عنا. وكمان عم بيقولوا إنه في حاكم عسكري اسمه جمال باشا جاي لعنا لهون على الشام وعلى بيروت مشان يحضر البلاد للحرب. شو الحكي؟ طيب والوالي؟
شو الوالي؟ الوالي بده ينفذ أوامر الحاكم العسكري، يعني البلاد بحالة حرب، الكلمة الأولى والأخيرة للجيش يا بي. والله مو خبرية، الله يستر يا رب. هيك لكان. إيه والله يا شيخ جوهر، مثل ما عم أحكي لك تمام. بسيطة بسيطة يا شيخ نزير. شو ناوي تعمل هلا؟ كل شيء بوقته حلو، هلا مالي فاضي له بنوم. ليش؟ شو شغلك؟ هذا ناظم بيك قال لازم نساوي سيارة بالحارة، لازم شوية مصاري. ها ذكرتني، الشيخ نزير قال كمان إنه الشيوخ الحقيقيين يلي بيعملوا سيارات ما بيلموا مصاري وخلعات من الناس. هو هيك قال؟ إيه والله. هذا الشيخ نزير بايته عم يلعب دماته. المهم هلا السيارة لازم تصير بالحارة عشان نسكر تمه لناظم بيك. يا حبيبي يعني يلي بدنا نلمه من السيارة بياخدوا ناظم بيك؟ ايه وبيترك لنا الصرامي والخروب. طيب انت لا ترد عليه ولا تعطي شيء ابدا. يخرب بيتك شو عم تحكي انت؟ والله اذا بزعله بكلمة واحدة منروح فيها انا وانت دبلكة. شو نسيت انه ناظم بيك هو اللي عم يغطي علينا؟ لك ايه والله صحيح. اسمع بدر، هلا بتروح لعند المختار وبتقول له الشيخ جوهر بده الاذن منك مشان يساوي سياره بالحاره، وبتمر على كل المريدين بتبلغهم يجوا لعندي. طيب والكراكون؟ شو بدك بالكراكون انت؟ زلمه ناظم بيك مر على الكراكون وبلغهم مشان يحموا السياره ويسكروا طرقات الحاره. مشي مشي. نجيبه ناوليني هالسلمه يا بيه، نحوش انا وراك بكين نبيعهم. يلا وام الله يرضى عليك. يلا يلا يا بي سبتيلي يا متحت الله يرضى عليك. يلا يا بي مسكيها منيح للسلمة، سبتيها لك أبي، سبتيها يا بي. ماسكتها يا بي. لك ليش عم تلق السلمة يا بي؟ هي ما لها راكزة على الأرض منيح. ولك سبتيها منيح لك ما وصى حسي الله ونعم البيت. آخ الله لا يوفقك، انكسر عصي انكسر عصي. العباس لك أبي شو في يا مو؟ شو هالخطة يلي سمعتها؟ أبي وقع عن السلمة يا مو. صار لك شي؟ رصاص اللي حركك صار لي شي، راحوا العباس وكسر عصي. تخاف لا تخاف يا أبي، زباد إبليس ما بتخيس. شو براد بلاي؟ الله لا يوفقك والله أصلك لشانك فهمت عندي يا بلاي؟ ما هيك بيقول الواحد بس يقى؟ روح لأ كأشو فهم البنت، هي عرفانة حالة شو عم تحكي، لسه حاطت عقلك بعقلها. يا مو نجيبة اغلي لأبوك شوية ورق كينا بلكي بيخف هالوجع شوي. الله لا يوفقك الله لا يوفقك كينا. لك شو بدي ساوي الكينا؟ شو بدي ساوي؟ ليش مو جدك بزمانه ما طاب غير على ورق الكينا؟ الله لا يوفقك يا بي. لموا الأنبات. لموا الأنبات الله يرضى عليكم، خلينا نحطهم بالصينية نشفهم نساويهم زبيب. يلا يا بي يلا. ولعنا ايدي يا بي بدنا ناكله. تاكلي سم الهاري ان شاء الله تاكليهم، بدنا نبيعهم هدول. يلا يا بي يلا. يا رجال ضمن هالعريشة لأبو ياسين، ريح حالك وريحنا. ضمنك وحدة تسهل أمرك انت وأبو ياسين. ولك ليش رح تطير رح المصاري أبو ياسين؟